بسم الله على بركة الله. أبدأ حبيت أشرح عن الوان تايم باد، مع أنه محمد دحلان ما قصر ما شاء الله تبارك الله، شرحها بشكل يعني مبسط حلو جميل. أول شيء نبي نعرف وش الوان تايم باد. ما هو الوان تايم باد؟ هو نوع من تقنيات التشفير الذي ثبت أن من المستحيل كسره إذا ما استخدمه بشكل صحيح، ووصفه لأول مرة فرانك ميلر سنة 1882، ثم أعيد اختراع تشفير لوحة المرة الواحدة في سنة 1917، وبعدها حصل على براءة اختراع بعد سنتين، وهو مستمد من شفرة فرنام مثل ما شفتوا القوانين متشابهة جدا، وسميت لاحقا بشفرة فرنام، وجيلبرت فرنام أحد مخترعيها انتسبت طبعا فرنام. ثانيا وش طريقة التشفير؟ عذرا، طريقة التشفير في الـ One Time Pad يتم تشفير كل بت أو حرف من نص صريح بما معنى غير مشفر بوساطة جمع نمطي مع بت أو حرف من مفتاح عشوائي سري بنفس طول النص الصريح لينتج النص المشفر، ويتطلب استيفاء 4 شروط إذا تبي شفرتك ما أحد يقدر يفك تشفيرها. أول شرط أن يكون المفتاح عشوائي موسعا بشكل موحد ومستقلا عن النص العادي. 2 يعني ما يكون يعني بينه وبين تقول كان بين البلين تكست فكرة أو عشان ما يسرقون، عشان ما الأتاكر ما يستنتج بسرعة، يستنتج المفتاح بسرعة أو البلين تكست بسرعة. 2 أن يكون المفتاح بطول النص العادي على الأقل. 3 عدم إعادة استخدام المفتاح كليا أو جزئيا. 4 أن يبقى المفتاح سريا تماما من قبل الأطراف المتصلين. الأمان في الوان تايم باد، طريقة التشفير هذا آمنة جدا بشرط أن استخدام المفتاح يكون المرة واحدة فقط، وهي تستخدم من أكبر مجموعة للأرقام والحروف لغرض الحماية. فقد برهن شانون أنه في حالة استخدام المفتاح مرة واحدة فإن هذه الطريقة لا يمكن خرقها، أي لا توجد خوارزمية أو أي طريقة أخرى يمكنها أن تسترجع الرسالة أو أي جزء منها بإعطائها الرسالة المشفرة فقط. لوحظ أن هذا النظام آمن ضد الهجمات على الرسالة المشفرة، فحتى لو استطاع المهاجم الحصول على الرسالة المشفرة والرسالة الصريحة أي البلينتكست فإنه لن يحصل على المفتاح لأنه ما هو متكرر. لأن كل الرسالة لها مفتاح. مميزات الوان تايم باد، أول ميزة أن المفتاح ينشأ عشوائي بما معنى أن المفتاح لكل رسالة مختلف. 2 حجم الرسالة يجب أن يساوي حجم المفتاح. 3 كل رسالة لها مفتاح خاص، وهذا طبعا زيادة للأمان. 4 مفتاح لا يستخدم أكثر من مرة واحدة. ننتقل لعيوب الوان تايم باد. عيوبها، أول عيب وأشوفها عيب رئيسي لأن مرة بيكون وقت وجهد، أنها أن يمتلك المفتاح يجب أن يمتلك مفتاحا بطول الرسالة على الأقل، مما يعني أننا لو أرسلنا رسالة طويلة جدا سعتها 1 تيرابايت حينها سنحتاج 1 تيرابايت زيادة لنشفر المعلومات، وهو أمر غير عملي بالأخص على الحواسيب. 2 يجب نقل المفتاح بشكل آمن للمسلم قبل إرسال رسالة. 3 الحاجة إلى إنشاء مفتاح عشوائي للتشفير. وأحب أنوع أننا بسبب مشاكل عملية الوان تايم باد أو تقنية الوان تايم باد منعت من أن تستخدم على نطاق واسع، وأول عيب هو صراحة وأول عيب من عيوبها يمنع أنها تستخدم على نطاق واسع. ثاني شيء صور للوان تايم باد،
وننتقل لقانون التشفير وفك التشفير للوان تايم باد، وهو مشابه لقانون فرنام. أو أستاذ أنا فيك تفضل أشرح أمثلة ولا ما؟ إيه والله ليه ما شاء الله، لو مثال واحد أو لو فك تشفير، إذا عندك فك تشفير ممتاز على طول أختر من فك التشفير. تمام. عندي مثال فك تشفير، قال لي فك تشفير شو اسمه النص الصريح دي اف اتش اتش ار اي زوم ال اس اي كي باستخدام تقنيه الون تايب باد. عندما يكون عندك المفتاح العشوائي، هذا المفتاح اول نسويه نعرف وش الابجديه اللي بيها، ما دام قالنا ان بالابجديه الانجليزيه نحط الجدول، جدول الرقم كل حرف رقم يبدا من الحرف الاول صفر والحرف الاخير زد اللي هو زد 25، وثم نحط قانون التشفير عشان يسهل علينا عمليه التشفير، ثم ناخذ كل حرف من الكي مع حرف من السايفر مع حرف قابل له مع السايفر تكست وننقص، هذا في ايش اسمه فك التشفير. فاول حرف ناخذ الاي والدي، ناخذ الاي والدي، دي وينها؟ ثلاثة، القيمة حقتها ثلاثة، والاي قيمة حقتها صفر، ثلاثة ناقص صفر يساوي ثلاثة، فيطلع الدي نفس الشيء الدي. ثم ناخذ البي والحرف المقابل له الاف، فندور قيمة الاف 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 خمسة، وقيمة شو اسمه قيمة الحرف الثاني اللي هو البي، البي صح الاف والبي، وقيمة الحرف الثاني البي، فخمسة ناقص واحد اللي هو أربعة، وقيمة الأربعة أو الحرف اللي قيمته أربعة هو الإي. ثم نتبعه بكل الحروف، نأخذ كل حرف من الكي مقابله وحرف الستايف أوف تكست وننقص وننقص وننقص. بس في ملاحظة، إذا كان الحرف الأول قصدي القيمة الأولى صغيرة والقيمة الثانية كبيرة بيطلعنا النتيجة السالبة، مثل ما قال زميلي محمد دحلان، قال في طريقتين، يا أنك تاخذ فرق موت 26 من سالب 7، أو أنك تعد من اليسار، تعد من اليسار، تبدأ من اليسار، يعني 1 2 3 4 5 6 7 19، أو أنك مثل ما قلنا أول شيء تأخذ الفرق بين 26 وسالب 7، فيطلع لي البلين تكست ديفند ذا سيتي. وبكون زي كذا خلصت جيري. العافية صالح. وانت ما شاء الله. الله يعافيك. والعافية التكسير يا أستاذ، والله